ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي المرحمة، الذي سيكون عنوانه لهذا الأسبوع حول قول الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. يطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ ربيع الدرسي للتعليق حول هذا الموضوع. أولى محاور هذا اللقاء نستهلها بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. حياك الله شيخ ربيع، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. شيخنا، موضوع الإفساد في الأرض وما تمر به الأمة اليوم من محن ومن فتن، يعني يتطلب تسليط الضوء حول هذا الموضوع. بداية شيخنا الكريم، لو أعطيتنا تعريفا موجزا لهذين المصطلحين، موضوع الإفساد في الأرض ثم نقيضه في الضفة الأخرى الإصلاح، التعريف نعرج عليه من الناحية اللغوية وأيضا من الناحية الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أخي زكريا وإخوة المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الساعة المباركة على هذه القناة المباركة أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. لا شك أخي زكريا أن مثل هذا الموضوع يعني هو موضوع جدير بالاهتمام، وهو موضوع يلخص ما نعيشه في واقعنا، بل يلخص الصراع الحقيقي الذي كان على مر الزمان والعصور بين الحق والباطل. فلا شك أن الله عز وجل عندما خلق الدنيا كانت الدنيا منقسمة إلى قسمين، كان هناك الخير وضده الشر، كان هناك الحق وضده الباطل، كان هناك فريق جعل الله عز وجل هم فريق للصلاح والخير وللهدى، وفريق أغواهم الشيطان فجعلهم هم طريق الضلالة والغواية، وجعل الله عز وجل لطريق الخير والصلاح نهاية سعيدة وهي الجنة والسعادة والسرور في الآخرة والطمأنينة والرضا في الدنيا، وجعل لهم الحياة الطيبة في الدنيا كما وعدهم بها والحياة الطيبة في الآخرة. وهناك فريق جعل الله عز وجل لهم الشقاوة والضنك وضيق العيش في الدنيا، وجعل مثواهم في الآخرة هو النار والسعير والعقاب والجحيم والعياذ بالله عز وجل. الله عز وجل عندما خلق الخلق، قال الله عز وجل عندما عند خلق الإنسان: وهديناه النجدين. قال أهل العلم: النجدين طريق الخير وطريق الشر. الله عز وجل بيّن طريق الحق وطريق الضلالة، بيّن الحق من الباطل، وبيّن وجعل فسطاط وفرقان بينهما، ولكن من أراد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قال الله عز وجل في سورة الكهف. أخي زكريا، لا شك أن هذين الضدين يعني انقسم عليهم الناس انقساما كبيرا، بل إنه يكاد مصير كل شخص مربوط باختيار الطريق التي يختارها من هذين الطريقين. جعل الله عز وجل الصلاح، وجعل ضده وكون من مما شاء أن يكون الفساد. الله عز وجل يعني عنده، لو تكلمنا على الصلاح كما طلبت حضرتك من الناحية اللغوية، أن الله عز وجل أمر بكل ما هو فيه الخير والنفع للناس، فبذلك يكون كل ما فيه الخير والنفع للناس يدخل ويندرج في طريق الصلاح. وجعل ضده الفساد والإفساد،
فجعل كل ما يتسبب في الضرر وعدم النفع في أي شيء يتعرض له الإنسان في الدنيا يكون هو سبب من أسباب الإفساد. لذلك جعل الله عز وجل ديننا يدور حول 5 ضروريات. هذه 5 جاء ديننا لصيانتها وحفظها وللدعوة إليها، وهي نستطيع أن نقول هي أصل كل صلاح، وهي حفظ الدين 1، حفظ النفس 2، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض. هذه 5 جاء ديننا للحفاظ عليها وللدعوة إلى إصلاحها وللدعوة إلى الرقي بها. فكل ما دعا إلى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل وكل ما هو مربوط بها من نفع يعتبر هو داخل في باب الصلاح. وكل ما كان عكس ذلك مما يتسبب في إفساد الدين أو إفساد العرض أو إفساد المال أو إفساد العقل أو إفساد النسل، كلها تدخل وتندرج في طريق الفساد والإفساد. لعلنا أخي زكريا لغويا نريد أن نفرق بين مصطلحين مهمين. عندما نتكلم عن الصلاح الذي يشتق منه اسم فاعل وهو الصالح وكذلك اسم المصلح، وعندما نتكلم عن الفساد نقول أنه يشتق منه الفاسد والمفسد، فهناك درجات نريد أن نبين هذا الفارق المهم. عندما نقول الصلاح ونشتق منه الصالح هو الشخص الذي يحافظ على كل ما ينفعه في نفسه، هذا الشخص يعتبر إنسان صالح في نفسه وفعل كل ما فيه الصلاح لنفسه. وأما المصلح فهو الذي ينقل هذا الإصلاح من نفسه إلى كل ما يحيط به من بيئته، سواء من الناس حوله أو من بلده أو من أمته أو من العالم أجمع. كل من يقدم خدمة في إصلاح الأمة أو في إصلاح المجتمع أو في إصلاح العالم بأسره أو في إصلاح حتى القريبين منه من أسرته ومن جيرانه ومن أقاربه، هذا يسمى مصلح، وهو أعلى مرتبة من الصالح. فالصالح هو صالح في نفسه، سعى إلى صيانة نفسه وحفظها. وأما المصلح فهو تعدى عمله من كونه صالحا في نفسه إلى مصلحا إلى ما يحيط به من الأمة، وهذه المرتبة هي من أعلى المراتب، بل إنها هي مرتبة الأنبياء، فما بعثهم الله إلا صالحين مصلحين يدعون إلى الإصلاح في الدين والدنيا. وضد ذلك هو الفساد، فمن كان فاسدا والعياذ بالله في نفسه عاد هذا الفساد على نفسه، ومن كان إفساده لمن هم حوله كلما زادت دائرة الإفساد كلما زاد عظم الضياع وعظم الضلال وعظم البعد من الله عز وجل، فتتسع دائرة الإفساد في الأرض حتى جعل الله عز وجل أن ظهور مثل هذا النوع لا بد أن يجتث إن لم يكن هناك رجاء في صلاحه. فجعل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بل إن الله عز وجل فرق بين الإنسان الذي يكون قد وقع في فساد في صنف أو صورة من صور الفساد فعادت بالفساد على نفسه، كأن يكون وقع في معصية من المعاصي كشرب الخمر أو الزنا أو غير ذلك من المعاصي، فهذا إنسان وقع في شيء من صور الفساد. أما الإنسان الذي دعا إلى هذا الأمر كمن روج المخدرات، كمن دعا إلى الفاحشة والزنا والعري والفساد، كمن دعا إلى قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها، لا شك أنهما يتفاوتان في المرتبة. فالذي يقع في مثل هذه المعاصي ليس كمن يدعو إليها ويروج لها ويسعى إلى نشرها، فإنما جزاء فقد ذكر الله جزاء الحرام وقال الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الدنيا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل ذكر كثير من الآيات والمواطن التي لعلنا نذكر جزءا منها في سردنا في ذكر هذه الحلقة من الفرق بين الصلاح والفساد. أخي زكريا، نعم. طيب شيخنا، يعني لو بدأنا بهذا المصطلح اللي هو المصلح أو الصلاح ومشتقاتها، يعني أهم الآيات التي تناولت هذا المصطلح ومشتقاته كالإصلاح والصلح والمصلح والصالحين ومثلا في الفعل وأصلحوا، يعني الآيات التي وردت في القرآن
وأهم ما يمكن أن يقال حول هذه الآيات من تفسير ومن أقوال للعلماء. نعم أخي زكريا، كما بدأت حديثي أن الله عز وجل أمر بكل ما هو نافع، ونستطيع أن نقول النافع هو الصالح، لذلك سميت الأعمال التي ينتفع بها الإنسان في آخرته أعمال صالحة، وكذلك سمي الرجل الذي ينتفع به الناس من حوله أو الذي يحافظ على نفسه ويصون نفسه من ما يوبقها من المعاصي ومن ما يشوبها من شبهات وشهوات، يقال عنه إنسان وعبد صالح. كذلك نستطيع أن نقول أن الصلح هو نوع من أنواع التي تعارف عليها الناس فيما بينهم، كأن يحدث تصالح بين الناس المتخاصمين، كأن يحدث صلح بين شعوب متناحرة ومتقاتلة لسنوات، كأن يحدث صلح بين الجيران والأقارب. فهذا الصلح الله عز وجل لا يحب شيئا أعظم من الصلح، ولا يحب شيئا أعظم من الصلاح، لذلك ديننا كان دين صلاح وإصلاح. الله عز وجل قال والصلح خير، بين أن الصلح في خير، هنا جاءت نكرة على أن الصلح الذي مهما كان نوع هذا الصلح، والأل هنا تفيد الاستغراق كما يذكر أهل العلم والمفرد، فهنا جاء الصلح عام، الصلح خير في كل أحواله، كل ما يأتي بالصلح وكل ما يأتي بالصلح بين الناس يعتبر هو خير. والله عز وجل بين أن مما أمرنا به حتى في أعلى مراتب القتال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، الله عز وجل يحب السلم ويحب الصلح ويحب أن يتصالح صالح الناس فيما بينهم، وأن يكون بينهم المودة، وأن تكون بينهم الأخوة، وأن يكون بينهم التصالح، وأمر الله عز وجل بالصلح وإصلاح ذات البين، بل إن أعلى مراتب الدين بعد توحيد الله عز وجل هو إصلاح ذات البين بين الشخصين اللذين بينهما خصومة، بل جعل الإصلاح حتى بين الزوجين هو يعتبر من أعلى مراتب الإصلاح. فكل هذه الأنواع الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهذا الصلح الذي أمرنا الله به في كل أبوابه يكون على مراتب، ذكرنا الصلاح وذكرنا الإنسان الصالح في نفسه، فنأتي إلى الإصلاح، نقول صلاح وصالح وإصلاح. الإصلاح من يقوم بوظيفة الإصلاح هو الشخص المصلح، من يقوم بوظيفة الصلاح هو الشخص الصالح، فالصالح هو الذي يقوم بالصلاح، والمصلح هو الذي يقوم بالإصلاح، فالصالح صالح في نفسه، المصلح يكون مصلح لغيره. فالمصلح ليس فقط في أمور الدين، نقول أعلى مراتبها المصلح في أمور الدين لا شك، فالإنسان الذي يقوم على إصلاح عقيدة الناس وعلى إصلاح دينهم وعلى إصلاح أخلاقهم وعلى إصلاح عباداتهم ويشوب ويبين لهم طريقة صلاتهم وصيامهم وزكاتهم ويصلحها لهم ويصينها لهم ويحفظها لهم من الأخطاء، هذا لا شك أنه من أعلى المراتب. ولكن كل إنسان نافع لأمته مهما كان نوع الإصلاح، حتى الإصلاح نقول الطبيب هو مصلح لأنه يصلح جسد الإنسان مما يشوبه من أمراض، نقول الإنسان الذي يصلح حتى الإصلاح العادي في أمور الدنيا من إصلاح سيارات الناس ومن إصلاح بيوتهم ومن إصلاح كل ما يتعلق بأمور الصيانة، لذلك حتى أهل التربية يقولون عن صيانة النفس يقولون عن إصلاح النفس وحفظها من المعاصي، يقولون عنها صيانة، يقولون صيانة النفس وحفظها من المعاصي ومن الذنوب. لذلك أخي زكريا هذا المصطلح وكل ما يشتق منه من مراتب الصلح والإصلاح هو ما أمرنا به ديننا، لذلك قال الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الضر عنه والانتفاء الشر عنهم والضرر، فديننا جاء لحفظ، فكل ما هو مصلحة للعباد أمرنا به ديننا وجعله صالحا لهم وقبله أن يكون هذا الأمر يعني مما يأمر به الدين، وكل ما ترتب عنه من ضرر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وبين أن كل ما يضر الإنسان هو مترتب عليه منع وحرمة في دين الله عز وجل، لذلك حتى عندما علل الله عز وجل تحريمه للخمر قال وإثمهما أكبر من نفعهما، بين أن الضرر في الخمر أكثر من النفع فيها، فكانت هذه علة من علل تحريم الخمر، لذلك تذهب العقل وتفسده، فالله جل حرم هذه الخمر وحرم كل ما يترتب عن الضرر والفساد من أمور. لذلك أخي زكريا نقول أن الصلاح والإصلاح
والمصلح والصالح وكل ما يشتق عن هذا اللفظ من الصلح يعتبر هو مما مدحه ديننا وحث عليه وأمرنا به، وكل ما يترتب عن الفساد والإفساد في الأرض حرمه ديننا. لذلك قال الله عز وجل كما مر بنا في الآية الماضية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حتى إن الله عز وجل عندما ذكر للملائكة أنه سيخلق الإنسان اعترضت الملائكة على الله عز وجل وقالت: يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ذكرت الملائكة بالتجربة الماضية عند خلق الجن قبل الإنسان أنه حدث الإفساد في الأرض، فلذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لماذا؟ لأنهم عرفوا أنه سيحدث القتل بين الناس وسيحدث، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالله عز وجل بيّن لهم أنه أن هناك حكمة من خلق الإنسان وأنه يختلف عن كل الخلق الذي خلقه قبله. لذلك أخي زكريا، الله جل حرم علينا الإفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وبيّن في كثير من المواطن أن الله لا يحب الفساد، بل إن كل الأقوام التي مرت بها مروا وكل الأنبياء الذين مروا بأقوامهم كانت دعوتهم واضحة في أنهم أتوا للإصلاح ولم يأتوا للفساد. حتى إن نبي الله صالح يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقال قبلها في الآية مذكرا قومه: واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بل إن نبي الله شعيب قال قومه: أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كذلك عندما جاء فرعون قال الله عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال الله عن قوم حتى عن قارون أن عندما قال له قومه: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، وغير ذلك من المواطن والمواضع التي بيّن الله عز وجل أن رسالة الأنبياء جاءت لإصلاح الناس، لإصلاح دينهم وإصلاح دنياهم وما فيه لهم النفع في الدنيا والآخرة. وكذلك بيّن أنهم جاءوا لينهوا الناس عن الفساد في الأرض وعن الإفساد في الأرض، وبيّن أن عقوبة من يفسدون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا إنما هي القتل أو التوبة إلى الله عز وجل. نعم. طيب شيخنا، أشرتم لمجموعة من الآيات، لو ذكرتنا أيضا بطائفة من الأحاديث حول هذا المعنى، وأيضا لو أعطيتنا الصورة والكيفية لمصطلح الإصلاح في الأرض الذي هو يعني عكس الإفساد فيه، كيف يكون الإصلاح؟ نعم أخي زكريا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث، ولعل هذا الحديث يبين لنا معنى غامض ومعنى دقيق في مسألة الإصلاح والمصلحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. سأله الصحابة قالوا: من هم يا رسول الله؟ ورد في صياغة الحديث صياغتين يفيداننا في هذا السياق. الصياغة الأولى قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فبين أن الإنسان الذي يعيش في زمن من الأزمنة ويكثر فيها الفساد ويكثر فيها البعد من الله عز وجل ويتمسك فيها بدينه، كما بين في الحديث الآخر: يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، فيكون الإنسان فيه صالحا في نفسه محافظا على دينه وعلى نفسه من الفتن، هذا الشخص يعتبر من الغرباء في ذلك الزمان، وهو ممن زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طوبى لهم. وطوبى قيل أن الفوز لهم، وقيل أن طوبى هي شجرة في الجنة. فلذلك قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية أخرى: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهي مرتبة أعلى أخي زكريا. وهنا يبين لنا الفارق بين الصلاح والإصلاح والفارق بين الصالح والمصلح. قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. قوله الذين يصلحون ما أفسد الناس هنا يبين أنهم لا ينتظرون فقط أن يكونوا في زمان يكثر فيه الفساد فيرضون بصلاح أنفسهم، لا، بل يسعون إلى إصلاح ذلك الزمان ويسعون إلى أن ينشروا فيه الفضيلة وينهون الناس فيه عن الرذيلة. لذلك نقول من أوضح ومن أعلى مراتب الإصلاح هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الإنسان الذي يعيش في زمان يرى فيه الناس على اختلاف مشاربهم يقعون في أخطاء على خلاف أخطائهم، كانت هذه الأخطاء على مستوى الدين أو كانت على مستوى الدنيا أو يترتب عليها فساد في الأرض أو يترتب عليها يعني مهما يترتب عليها مما هو ضد الصلاح، هؤلاء الناس الذين يسعون لإصلاح مثل هذه الأمور من فض نزاعات ومن البعد عن سفك الدماء ومن دعوة الناس إلى دينهم ومن المحافظة على الأمر بالمعروف فيما بينهم وعن نهي الأخذ على يد المسيء ونهيه، هم جميعا في سفينة واحدة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يأخذون على أيدي هؤلاء الذين يقعون في الأخطاء ويصلحون لهم أخطاءهم ويأخذونهم جميعا إلى الصلاح وإلى الإصلاح، هؤلاء هم أعلى مرتبة وليسوا هم الصالحين، إنما هم المصلحين الذين هم أعلى مرتبة من الصالحين الذين نحن نزكيهم ونذكرهم بخير. فالصالح جمعهم هم الصالحين، والذين يقعون في إصلاح الناس ويسعون في الأرض بالإصلاح هؤلاء هم المصلحين. فنريد أن نجعل المعنى بعمومه أخي زكريا، لا نريد أن نقتصره في المصلحين الذين هم الدعاة أو هم الذين يبينون للناس دينهم، لا، بل المصلح هو كل إنسان يدعو الناس، يدعوه لو إنسان واحد يدعوه إلى ما فيه النفع له في دينه ودنياه، هذا الإنسان يعتبر مصلح. نعم. عندما يأتي وينهى الإنسان عن وضع الأذى في الطريق، عندما ينهى الإنسان عن أن يسعى في طريق من طرق الغواية والضلالة، عندما يرى إنسان أنه يذهب في طريق لعله ينتهي به إلى غضب الله عز وجل والبعد من الله والضرر في الأرض، هذا الإنسان الذي ينهى هذا الشخص الذي وقع في الخطأ يعتبر من المصلحين. نعم. الذين يسعون في الأرض بالإصلاح. وضد أخي زكريا من يسعون في الأرض بالإفساد، وهؤلاء وللأسف شرائبهم متنوعة وأنواعهم كثيرة، يعني منهم من يروج المخدرات ومنهم من ينتشر بين الناس بالرذيلة ويدعو إلى الإباحية والبعد من الله وغيرها. نعم شيخنا، لعل يأتينا موضوع هذا المصطلح بنوع من التفصيل في المحور الثاني، لكن هنا دعني أسألك عن يعني ونختم هذا المحور بهذا السؤال، لو أعطيتنا أمثلة وشخصيات ونماذج يعني من التاريخ الإسلامي يمكن أن تضرب بها يعني الأمثلة والأمثال في قضية الإصلاح وأبرز ما قاموا به. نعم أخي زكريا، ذكرت لك أن الإصلاح هي لعلنا لا نتجاوزهم إلى غيرهم، وهي يعني صفة وعلامة بارزة وسبب رئيسي من بعثة الأنبياء. فالأنبياء هم أعلى المصلحين، وهم وقفوا في ذروة سنام الدعوة إلى الله عز وجل، وكانوا هم الرواد والقادة في هذا المجال، وكل من جاء بعدهم من المصلحين إنما هو جاء اقتدى واقتفى أثر هؤلاء الأنبياء الصالحين المصلحين. لذلك أخي زكريا، عندما نشير إلى أي شخصية من شخصيات العالم الإسلامي أو شخصيات المسلمين من سلف هذه الأمة أو معاصريها، لا يأتون في ذرة من ذرات الأنبياء وما قاموا به. فذاك نوح عليه السلام يتكلم عن دعوته لقومه ودعوته إلى نهيهم عن الشرك بالله، وهو أعظم الضلال وأعظم الإفساد في الأرض، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، بين أنه دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وأنه ما تركهم لا في جماعة ولا في أفراد، وكانوا يغضون عنه الطرف، بل كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويخشون ثيابهم عندما يرونه، وكانوا يحذرون الأجيال التي تولد بعدهم من أن يتبعوا نوح عليه السلام، يعني 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو الناس إلى الصلاح وإلى الإصلاح. أراد أتاهم بما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة، ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، مع ذلك صدوا عنه، لكنه كان في قمة المصلحين. لأنك أنت عندما تأتي بالصلاح وتدعو إلى الصلاح، لا يهم إن اتبعك الناس أم لم يتبعوك، إنما هي وظيفتك تبليغ هؤلاء الناس. يقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قريش ويقول: يا أيها الناس، إن لو أتاكم لو قلت لكم أن خلف هذا الوادي هناك جيش يريد أن يغزوكم ويقتلوا الحرث والنسل، أنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدناك إلا صادقا أمينا. فقال: والله
أشهدوا الله أني رسول لكم بين يدي عذاب أليم. فبين لهم أن الله عز وجل قد بعثه بالنذارة أن يحذر قومه وأن ينهاهم عما هم فيه من شرك وأن يدعوهم إلى أعظم دعوة وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. فكانت هذه أعلى مرتبة من مراتب الإصلاح. كذلك كما ذكرت لك أخي زكريا أن بعد الأنبياء كان الأنبياء دعوتهم في دين الله عز وجل. لا نريد أن نهمل الضروريات الخمس التي جاء ديننا لحفظها، فمن سعى في إصلاح الناس والدعوة إلى الصلاح وكان مصلحا في حفظ النفس فهو كذلك يعني داخل في باب الإصلاح والمصلحين، كمن يقيم بعض الندوات وبعض الأعمال في محاربة الإدمان ومحاربة التدخين ومحاربة كل ما يضر الناس يعني في دنياهم، كمن يبين الإرشاد مثلا في استهلاك الأمور التي لا تضر بالناس، استهلاك البيئة وتبين الناس ما فيه صلاحهم والنهي عن الفساد، هذا كله من إماطة الأذى والذي أمرنا به ديننا. فباب الإصلاح والدعوة إلى الصلاح باب واسع وباب يدخل فيه كل المسلمين الذين يسعون إلى الخير والنهوض بالأمة والرقي بها وتعليم الأمة ورفع الجهل عنهم، هذا أيضا من باب الإصلاح والمصلحين. وكذلك ضده أخي زكريا، أنا لا أريد أن أستطرد إلى الإفساد لعلك تجعل له فقرة في هذه الحلقة، وضده دائما الإفساد وظهور الفساد في الأرض، وسببه كما بين الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن جعل الله عز وجل ميزان. طالما يعني قالت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه سيأتي زمان يؤخذ فيه الناس جميعا بعقوبة بعض، فقالت السيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحين يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهلاك قد يأتي أيضا وفي وهناك الصالحين، لكن هناك آية تشير إلى معنى عظيم. الله عز وجل عندما ذكر بني إسرائيل ذكر فيهم صفة وكانت سبب في هلاك بني إسرائيل رغم أنهم كان فيهم صالحين، قال لا يتناهون عن منكر فعلوه. فطالما أن هناك الذين ينهون عن المنكر فهناك الرضا والخير ويأتي من الله عز وجل الخير. لذلك وجود المصلحين هو سبب من أسباب نجاة الأمة. لذلك جعل الله من أبرز ميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله عز وجل. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. وننتقل معا للمحور الثاني والذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة الشيخ ربيع الدرسي. شيخنا الكريم، لو انتقلنا إلى الضفة الأخرى من هذا الموضوع ونقيض الإصلاح، لو تحدثنا عن المفسد والإفساد وأيضا أهم الآيات التي تناولت هذا المصطلح ومشتقاته في القرآن الكريم وأيضا أهم ما يمكن أن يقال في تفسير هذه النصوص. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي زكريا، يعني بينا في بداية ومطلع هذه الحلقة وهذا اللقاء المبارك أن الله عز وجل جعل الناس يسيرون في خطين مختلفين، وجعل وقدر الله في هذه الدنيا أن هناك يوجد خطان متضادان وهما الحق والباطل وطريق الخير وطريق الشر، طريق الهداية وطريق الغواية، جعل الله الصلاح والفساد. فلذلك أخي زكريا عندما تحدثنا عن الصلاح قلنا أنه كل ما يترتب عليه نفع للناس، والفساد هو كل ما يترتب عليه الفساد والضرر للإنسان نفسه أو لمن هم حوله. لذلك من ترتب عليه ضرر في نفسه يكون هذا الإنسان والعياذ بالله إنسان فاسد في نفسه.
أما من يترتب عليه إفساد لغيره فيكون هذا الإنسان مفسد لغيره، وهذا لا شك أعظم عقوبة وأعظم حالا من الشخص الذي قبله. فنقول بشكل أوضح أخي زكريا، من وقع في معصية من المعاصي، هذا الإنسان ترتب على هذه المعصية ضرر في نفسه، كمن شرب الخمر، شرب الخمر أولا هو ارتكب جريمة في حق الله عز وجل بارتكابه وتعديه على حدود الله عز وجل وما حرمه الله عز وجل. ثانيا ارتكب جريمة في حق نفسه التي أمره الله عز وجل بصيانتها والحفظ عليها والحفاظ عليها، ارتكب جريمة في حق عقله الذي أمره الله عز وجل بأن يحفظه ويحافظ عليه فأذهبه بشربه لهذه الخمر. فهذا الإنسان هذه الجريمة التي ارتكبها هي جريمة توصله إلى أن يصبح إنسانا فاسدا والعياذ بالله لارتكابه لهذه الجريمة التي نهى الله عز وجل عن ارتكابها. الإنسان الذي أعظم منه حالا هو الإنسان المفسد الذي يروج مثل هذه الخمر ويبيعها ويحث على شربها ويدعو إليها ويزينها ويزخرفها ويجملها للناس، هذا إنسان لا شك أنه واقع في عقوبة أعظم من هذا الأمر. وقس على ذلك، فمن ارتكب الزنا ليس كمن دعا إليه، فمن ارتكب عقوق الوالدين ليس كمن دعا إليه، من ارتكب جريمة القتل ليس كمن دعا إلى القتل وحرض عليه. لذلك هناك من يحرضون على قتل الناس، وعندما تتكلم على أنهم أصحاب جريمة يقولون لك هؤلاء لم تتلوث أيديهم بالدماء. نحن نقول أن كل من حرض على قتل مسلم صاحب دم معصوم هذا ولو بشطر كلمة يعتبر شارك، بل هو أعظم حالا من القاتل نفسه، لأنه ارتكب جريمة التحريض على القتل والدعوة إلى الإفساد في الأرض. والله عز وجل جعل عقوبة المفسدين في الأرض أعظم من عقوبة من يقعون في مثل هذه الجرائم وفي مثل هذه الأخطاء. لذلك أخي زكريا، هذا الإفساد وظهور مثل هؤلاء الطبقة من المفسدين في الأرض وظهور هؤلاء الفاسدين في الأرض وانتشارهم هو سبب كبير من أسباب مقت الله عز وجل وإنزال سخطه وعقوبته وعذابه على الناس والعياذ بالله. لذلك قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهم بما كسبت أيديهم وبما عملوا وبما ارتكبوا من جرائم وبما سكتوا عليه من حقوق المسلمين، هؤلاء انتقلوا والعياذ بالله إلى غضب الله وسخطه بسبب ظهور هذا الفساد بينهم. والسبب الآخر أنهم لم ينهوا ولم يردعوا ولم يأخذوا على يد الجاني ولم يأخذوا على يد الظالم والمفسد في الأرض، إنما بالعكس بل هناك من وقع في تأييده وفي مد يد العون له. لذلك أخي زكريا، هناك نقطة مهمة أريد أن أتحدث عنها. هناك فارق كبير بين من يقع في الفساد ومن يقع في الإفساد، وهناك أمر أعظم من ذلك مرتبة، وهو أن يظن المفسد نفسه أو أن يظنه من حوله أنه مصلح. لذلك قال الله عز وجل متحدثا في سورة البقرة عن قوم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وأكد الله قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال في قوم آخرين: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبين في غير ما موضع أن الله عز وجل جعل يعني مقياس وميزان للفساد والإصلاح. لذلك أخي زكريا، تختلف آراء الناس في الإنسان المفسد من الإنسان المصلح. وأريد أن أنبه إلى تنبيه آخر، أن علامة من علامات قيام الساعة أن يأتي زمان ينظر إلى الأمين على أنه خائن، يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع أنه يعني يأتي زمان على القلوب، ولكن لا نستغرب هذا الأمر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عندما يكثر الران على القلوب بمعصية الله عز وجل والابتعاد عن الله عز وجل يأتي الطبع على القلوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. يعني بين أن هذه القلوب حتى لا تستطيع التفريق بين الحق من الباطل، بين الصواب من الخطأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في دعائه يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لذلك أهل العلم قالوا في هذا الدعاء هناك هدايتان: الهداية الأولى أن يريك الله الحق، والهداية الثانية أن يرزقك اتباعه.
والهداية الأخرى أن يريك الله الباطل، والهداية الأخرى أن يرزقك اجتنابه، لأن كثير من الناس والعياذ بالله يرون الحق ويعرفون أنه حق ولا يرزقون الاتباع، ويرون الباطل ويعرفون أنه باطل ولا يرزقون الاجتناب، وهذه هداية التوفيق التي تتكلم عنها أهل العلم. لذلك كفار قريش وغيرهم ممن وقعوا في الكفر قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم استيقنتها أنفسهم وعرفوا أن هؤلاء الأنبياء حق، ولكن جحودا من عند أنفسهم أعرضوا عن اتباع هؤلاء الأنبياء، فرأوا الحق ولم يتبعوه، ورأوا الباطل واتبعوه. لذلك هنا نستعيذ بالله من هذا الحال، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. لكن أخي زكريا، هذا الطبع على القلوب الذي يقع فيه الناس حتى لا يستطيعون التفريق بين الحق والباطل. هناك مرتبة أسوأ وأعظم وأشنع وأعلى من هذه المرتبة، وهي أن يصبح المصلح مفسد والمفسد مصلح، ويرون الحق سبة، كما حدث مع قوم لوط والعياذ بالله. قالوا: أخرجوا قوم لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طلب قوم لوط للطهارة أصبح سبة عندهم، بل إن فرعون رأس الفساد الذي بغى، بل إنه ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى. يعني نافس الله حتى في ربوبيته وخلقه. فرعون الذي كان رأس الفساد في الأرض يأتي ويتكلم عن موسى عليه السلام ويقول: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. انظر إلى هذا الحمل الوديع الذي يتكلم فرعون، الذي حارب دين الله عز وجل وأخرج الناس من دينهم وقتلهم. الله عز وجل قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. بحكم من؟ بحكم الله عليه، الله صنفه بأنه من المفسدين. يأتي ويتكلم عن موسى عليه السلام الذي جعله الله رأسا من رؤوس الإصلاح ورأسا من رؤوس أولي العزم الخمس الذين تكلم عنهم، ويقول عنه: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. موسى الذي قال لأخيه هارون عندما أخلفه في قومه، قال: واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يوصي في هارون أخيه ويقول له: واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إنما كان هدفه من هذه الحياة الإصلاح، أصبح هو الذي يتهم بالفساد ويتهم بأنه جاء ليبدل دين الناس ويخرجهم من دينهم أفواجا. لذلك لابد أن نأتي بمعيار حقيقي نزن به الفساد من الصلاح، المفسد من المصلح. ما هو هذا الميزان أخي زكريا؟ هو الله عز وجل ودين الله عز وجل. الله قال عن نفسه كما بدأتم هذه الحلقة: والله يعلم المفسد من المصلح. فمرجعنا في من هو المفسد من المصلح هو لدين الله عز وجل. الله الذي خلق العباد هو أدرى بهم وأدرى بأحوالهم وأدرى بأعمالهم وأدرى بتصرفاتهم، صنف لنا كثيرا من الأعمال جعلها في خانة الصلاح والإصلاح، وجعل مقياسها النفع للناس والنفع للنفس والحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال وغيرها، وصنف لنا أعمالا وجعلها من أعمال الفساد والإفساد في الأرض، وبينها في كتابه وبينها في دينه. ومن اتبع هذا الطريق وسعى فيه فهو قد حكم على نفسه بالفساد، ومن دعا إلى هذا الطريق وهو طريق الضلالة فقد كان من المفسدين في الأرض. لذلك هذا هو الفسطاط، وهذا هو الميزان الذي نقسم به الفساد من الصلاح والمفسد من المصلح. نعم شيخنا، أشرتم إلى قصة سيدنا موسى مع فرعون، وأن فرعون كان يحذر من موسى على أنه مفسد في الأرض. يعني هذه الوقفة التاريخية هل يعني تتكرر مرارا وعبر العصور، لا سيما يعني في هذه الأوقات؟ نحن يعني اليوم نرى في شاشات القنوات الفضائية مثلا، يعني دعنا نقول فراعنة صغار إن صح التعبير، يعني يسبون العلماء ويسبون أهل الدين وأهل القرآن، وربما حتى يحرضون عليهم يعني بالقتل وبالتشريد وبالتنكيل. ويعني مع أن على الرغم من أن هؤلاء الفراعنة الصغار هم معروفون في أنفسهم عند حتى من يشاهدهم، هل يدخل هذا أيضا في أن المشاهد أحيانا وأن الجمهور قد يكون مطبوع على قلبه؟ وهل من كلمة لهؤلاء يعني الأتباع؟ نعم أخي زكريا، بالنسبة للدعاة إلى الفساد والعياذ بالله، والناس الذين يسعون في الأرض فسادا، خصوصا في المنابر الإعلامية التي لا نريد أن نطيل عليها الحديث،
احتراما لخصوصيتكم. ولكن أخي زكريا للأسف المخاض الذي نمر به في واقعنا في ليبيا يبين لنا كثير من النماذج التي نتفاجأ والله في وجودها بين ظهرانينا. يعني تربينا وترعرعنا في وسط قومنا وبني جلدتنا الذين لم نعهد منهم إلا الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، وعهدنا منهم احترام الجار واحترام القريب والأخ والصغير، وإذ نتفاجأ ونحن لازلنا بين قومنا هم نفسهم، حتى يقول الشاعر تغيرت الديار ومن عليها كأن أناسها ليسوا بناسي. يعني الحرب التي تحدث على العلماء، أنا أقول يعني هناك بعض الناس يقع في ذلك، نستطيع أن نقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أصناف. صنف يفعل ذلك عمدا، حربا على المصلحين، حربا على من هم يعلمون أنهم سيبينون عوارهم ويفضحونهم. هؤلاء ساءتهم أنفسهم وعرفوا أنهم أصحاب سوء، وعرفوا أنهم أناس ليسوا على طريق الصواب، لذلك يريدون أن يشوهوا الآخرين حفاظا على أنفسهم، يلقون التهمة كما يقول رمتني بدائها وانسلت. الصنف الآخر هم صنف وقعوا ضحية لهذه المؤامرات الإعلامية والمؤامرات الغربية. يعني أخي زكريا، الأمة الإسلامية تمر بغزو فكري كبير جدا منذ عشرات السنين بل مئات السنين. نحن عندما نرجع قليلا نجد ما نصب للأمة من مؤامرات من حرفهم عن عقيدتهم وعن دينهم، وعن يعني عندما يصبح المطالبة مثلا الآن بأن يكون ديننا هو شريعتنا وقرآننا وأن يحكم بيننا، تصبح تسبة ويصبح تهمة ويصبح من يتكلم عنها وكأنه يدعو إلى التقتيل والتكفير وغيرها من الأمور. هذا مطلب شرعي لكل المسلمين، لابد أن يكون هكذا. أصبحت هناك مؤامرات تبعد الناس من دينهم، تبعدهم من عقيدتهم، تبعدهم من هويتهم، تبعدهم من انتماءاتهم كمسلمين. بدل أن نفتخر بصحابة رسول الله وبمسلمين وبعلمائنا وسلفنا، أصبحنا نفتخر برموز مهمية صنعوها لنا في الإعلام وصنعوها لنا عبر الغزو الفكري، سواء كان من جهة شرقية أو غربية. أصبح يا أخي زكريا مؤامرة كبيرة تروج خصوصا في وسائل الإعلام، يصنعون رموزا يعني يجعلونهم هم المصلحون، وهم في الحقيقة الجميع يعلم أحوالهم ويعلم تصرفاتهم وتاريخهم. نحن ننظر إلى التاريخ، التاريخ يعني الإنسان عندما ننظر إلى تاريخه نعرف حقيقته ونعرف أين انتماءه وأين هو من الصلاح والفساد وأين درجته، ثم نضعه على ميزان دين الله عز وجل، أين هو من تحقيق المصالح للمسلمين وأين هو من درء المفاسد عن المسلمين. الدين جاء لحفظ المصالح، والدين جاء لدفع المفاسد. كم دفع عن الأمة من مفسدة، كم دفع عن بلادنا من مفسدة، وكم جلب لها من مصلحة. ثم نأتي وننظر كم جاء الشخص المفسد، ننظر كم جلب للبلاد من مفسدة وكم جلب لها وكم دفع عنها من مصلحة. فبدل أن يجلب المصالح هو يدفعها عن الأمة، وبدل أن يدفع المفاسد هو يجلبها للأمة ويجعلها في محن وفتن. هذه الأمور أخي زكريا تبين لنا المصلح من المفسد، عندما نقيسه على المقياس المعيار الذي حثنا به ديننا تبين لنا هذه الحقائق وهذه الأمور. نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. وننتقل معا للمحور الثالث والأخير والذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء. شيخنا الكريم الشيخ ربيع الدرسي، لو انتقلنا لعقوبة المفسدين في الأرض كما جاءت به النصوص الشرعية، يعني أهم ما يمكن أن يقال في هذه الجزئية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي زكريا، يعني نحن لابد أن نبين أمرا مهما قبل أن نتكلم عن العقوبة. ديننا جعل العقوبة وآخر العلاج الكي. هناك مراحل لابد أن تمر بها الأمة، ولابد أن يمر بها أهل الرادع السلطاني في البلدان قبل أن يذهبوا إلى العقوبة، وهو أن ننشر بيننا الدعوة إلى الله عز وجل، أن نحاول زرع المصلحين،
الذين يريدون فعلا الإصلاح، يريدون الخير لهذه البلاد، يريدون الصلاح والإصلاح بين الناس. هؤلاء زرعهم وتكثيرهم وجعل البرامج التي تخرج مثل هذه النوايا الصالحة ومثل هؤلاء المواطنين الصالحين المصلحين في كل البلدان وفي كل الأقطار، هذا يغلب المصلح ويغلب الصالحين حتى لا يعطي فرصة لهؤلاء المفسدين. الجانب الثاني محاولة إصلاح هؤلاء المفسدين ومحاولة دعوتهم ونهيهم عن المنكر الذي يقعون فيه وكف أذاهم عن المسلمين وأخذ على يدهم. أنا أضرب لك مثالا أخي زكريا، يعني عندما جاء هولاكو زعيم التتار وجاء لبلاد المسلمين بالياسق وهو الدستور الذي جعله لهم وجمعه من شرائع شتى من الإسلام ومن غير، جمعه من شرائع إسلامية ومن شرائع آبائه وأجداده ووضع فيه وزاد وكان من أظلم القوانين التي مرت على العصور، وأراد فرضه على رقاب المسلمين، من تصدى له في ذلك الزمان؟ تصدى له علماء الأمة وتصدى له مجاهدوها، ولكن لماذا لم ينتشر هذا الياسق ويحكم في رقاب المسلمين في ذلك الزمان؟ يقول الشيخ محمود شاكر عن ذلك، قال عندما جاءهم رفضوه ولفضوه وتركوه ولم يعلموه أبناءهم ولا أحفادهم ولا من جاء بعدهم، لذلك انتهى واندثر وانقرض مع مر الزمان والأيام. أما عندما جاءتنا القوانين الفرنسية والقوانين الغربية وغيرها من القوانين الوضعية وحكمت في رقاب المسلمين في بلدان المسلمين وأصبحت الشريعة الإسلامية مثلا غريبة بين بلاد المسلمين، كان سبب ذلك الغزو الفكري الذي مرت به الأمة، كذلك تقبل هؤلاء المسلمين لهذا القانون الغربي وتعليمه لأبنائهم وغيرهم، جعل هذا القانون يفرض على رقاب المسلمين ويحكم فيما بينهم، حتى جعل الآن من الصعب اجتثاث هذا القانون الذي فيه الكثير من المخالفات التي جاءت تعارض ديننا ويرفضها ديننا. هذا مثال بسيط أخي زكريا في ترك الفساد وترك المفسدين في الأرض على هواهم يفسدون في الأرض كما يشاءون، عدم الأخذ على أيديهم حتى تثقب تلك السفينة فيغرقون ويهلكون جميعا، ولا تنفع مندم عندما يجدون أنفسهم غرقا وهلكا. الله عز وجل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال ولا تكونوا من المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، نهانا الله عز وجل عن اتباعهم وبين لنا ولا تتبع سبيل المفسدين. الله عز وجل لم ينهاك فقط عن الوقوع في الفساد، إنما نهاك أيضا عن اتباع طريق المفسدين. فلذلك أخي زكريا الذي أريد الإشارة إليه أن ديننا جاء لتبيين مثل هذه الأمور والأخذ على يد المفسد قبل أن يزيد ويتمادى في إفساده. عندما يتمادى في إفساده ويتعدى ويصعب زجره ويصعب نهيه ويصعب الأخذ على يده، عندها هنا تنزل عقوبة الله عز وجل التي جعلها له في الدنيا قبل الآخرة. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وجعله هذا حد الحرابة لهؤلاء المحاربين والمفسدين في الأرض. لذلك تجد أن عقوبة المفسدين هي أعظم من عقوبة الذي يقع في صنف من أصناف الفساد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم ونفع بكم. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لآخر مرافق هذا اللقاء، في ختامه لا يسعني إلا نتقدم بالشكر الجزيل من بعد شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ ربيع الدرسي، والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة، حتى نلتقي في حصة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.